حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، أمهات على أبواب السجون يحصين عدد من هم داخل معتقلات الحوثي. ومن الصحافة العربية، 10 دول عربية بين كبار مستوردي الأسلحة على مستوى العالم. ومن أخبارنا المنوعة، زوجان يعيشان وحدهما على جزيرة منذ 15 عاما. أهلا بكم. تساءل موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني في إحدى صفحاته وعنوان الموقع: من يصلح ما أفسده جريفيث وهانت؟ وقال الموقع: مر شهر ونصف منذ استقالة رئيس لجنة المراقبة الأممية السابق احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاق السويد بشأن انسحاب الميليشيا الحوثية من موانئ الحديدة وتسميته جماعة الحوثيين بالمعرقلين، رافضا الاستجابة لتوجيهات جريفيث بأن يستمر في التستر على تعنت الميليشيا الانقلابية بشأن تنفيذ الاتفاق. وقد صارت استقالة خلفه في رئاسة فريق المراقبة الدولية الجنرال لوليزغارد الدنماركي لوليزغارد وشيكا في حال استمر وزير الخارجية البريطاني والمبعوث الدولي مارتن جريفيث في مواقفهما المتماهية مع الانقلابيين. يضيف الموقع: جريفيث تناسى أن اتفاق السويد الأخير مضى على توقيعه من قبل وفدي الحكومة اليمنية والميليشيا الانقلابية قرابة 3 أشهر، بينما جريفيث كان قد أكد لمجلس الأمن أنه سينجز اتفاق السلام في الحديدة خلال فترة أقصاها 2 شهر فقط، وهو اتفاق فوري التنفيذ للأسباب الإنسانية التي تحجج بها حين ذاك الموظفون الأمميون، كما أنه اتفاق رعته منظمة الشرعية الدولية ودعمته بقرارين من مجلس الأمن الدولي. أشهرت رابطة أمهات المختطفين تقريرها السنوي الثالث في صنعاء تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، وأورد التقرير إحصاءات قدمتها الرابطة للجهات المعنية ومسؤولي الأمم المتحدة، ويعنون موقع الصحوة نت: أمهات على أبواب السجون، تقرير يكشف جرائم الحوثيين بحق المختطفين والمخفيين. وقال التقرير إن 1442 مواطنا تم اختطافهم من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، منها 114 حالة اختطاف للنساء. ورتب التقرير المحافظات اليمنية وفقا لعدد المعتقلين فيها، حيث جاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأولى، تليها محافظة الحديدة ثم محافظة صنعاء. وتحدث التقرير عن ما قال إنها ظاهرة الاختطافات الجماعية خلال عام 2018، ورصدت الرابطة 33 حملة اختطافات واعتقالات جماعية، من بينها 29 حملة اعتقالات جماعية قامت بها جماعة الحوثي المسلحة في مناطق سيطرتها، وحملات قامت بها تشكيلات عسكرية وأمنية في عدن. السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان كتب مقالا عن حقول ألغام ممتدة من الماضي إلى المستقبل، وأضاف في مقال نشره الاشتراكي نت: ماضي اليمن البعيد والقريب مليء بالألغام في كل زاوية وفي كل ركن من هذا الماضي، ألغام كفيلة بنسف كل فكرة عن التصالح والتعايش وبناء دولة المواطنة، بل وتدمير كل من يفكر في ذلك. عاش اليمنيون حبيسي هذا الماضي الملغوم، حتى أن كل واحد منهم كان يحمل لغمه الخاص كتعبير عن حجم الألغام التي صنعها ذلك الماضي في حياة اليمن. ظل الماضي هو الحاضر دائما، أما المستقبل فقد كان غائبا لدرجة لم يرى فيه اليمنيون فرصة للانتقال إلى العصر إلا الوهم فيما يتزين به البعض من ثروات وحياة تتناقض مع البؤس العام، أو ما يتوشح به غيرهم من وجاهة لا تنبؤ بأصالة في السلوك، أو ما يتنطع به المغامرون من مظاهر مسلحة تختفي وقت الحاجة، أو ما يتقلده آخرون من لجاجة نظرية يموت مفعولها مع آخر حرف فيها. وفي حين يفاخر اليمنيون بتاريخ عريق من الحضارة والحكمة، فإنهم لا يجدون في البحث فيه عما ينشط ذاكرتهم بالعصر أو يحفزهم على العمل بالانتقال إلى المستقبل. ظل الماضي هو حقل الألغام الذي راح يتسع ويتسع ليغطي رقعة الجغرافيا السياسية من أقصاها إلى أقصاها، ويصنع حاضراً مليئاً بالبؤس. وكنا كلما غرقنا في الماضي وأهملنا المستقبل، أخذت الألغام تنفجر في وجه البلاد والعباد وتطيح بالأحلام، ومعها الآمال بمستقبل يعيد وضع البلد في المسار
الذي يتحقق فيه الأمن والاستقرار والتقدم. تطوق المخاطر مدينة شبام حضرموت وتهدد أهم معالمها بما فيها البيوت والمباني التاريخية، وأبرزها بوابة مدينة شبام السدة، المدخل الرئيس والوحيد إلى المدينة، والذي يمثل مفتاح الدخول لعمق وأصالة تاريخ طفق صيته بقاع العالم. ووفقا لصحيفة الأيام، بوابة شبام تتصدع وتحتضر والإهمال ينخرها. وتفيد صحيفة الأيام، هذه البوابة ومنذ قرون بقيت عصية أمام الزمن وتمثل ذاكرة أزمنة غابة، فقد دخل من بابها الفاتحون ليحكموا أهم مدن حضرموت، وأدلفت إليها القوافل المحملة بشتى أنواع السلع والبضائع قديما وحديثا، وغادرت من السد الشبامية صادرات حضرموت إبان ازدهار تجارة اللبان والبخور. ووفد من هذه البوابة الحكام والملوك والسلاطين والأمراء، سواء الذين حكموا شبام أو جاءوها زائرين. ويفيد تقرير الصحيفة، وضعها اليوم ينذر بانهيار وشيك، فهي ليست بوابة عبور ومدخل يغلق من المغرب ويفتح مع ساعات الصباح الأولى منذ القدم، إنها مبنى محكم من دورين يؤدي وظائف متعددة الأغراض. إدارة الثقافة بشبام تستخدم مبنى البوابة مقرا للثقافة، بعد أن كانت ومنذ 1984 مبنى للحملة الوطنية لإنقاذ وصيانة مدينة شبام ووادي حضرموت، التي أصبحت اسمها فيما بعد الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية. قرار قد يبدو غريبا، لكنه ربما يراه البعض أكثر عملية من غيره. وعنون موقع المصدر أونلاين، محافظ شبوة يوجه بجمركة البضاعة المهربة وتوريد المبالغ لحساب غسيل الكلى وعلاج السرطان. وبحسب الوثيقة التي حصل عليها المصدر أونلاين، فقد أصدر المحافظ توجيهات إلى مدراء المالية والضرائب والمالية بالمحافظة باعتبار البضاعة المهربة كإيراد محلي للمحافظة. وقضت توجيهات المحافظ بصرف مكافأة قدرها 25% من الضريبة للجهات التي قامت بضبط البضاعة، و5% للجان التي ستتسلم الضرائب واللجان الأخرى، وتوريد 70% إلى حساب وحدة غسيل الكلى والأورام السرطانية بالمحافظة كدعم لها. وقال مسؤول محلي إن هذه البضاعة المهربة تدخل من بعض الموانئ في المحافظات المجاورة ليتم جمركتها من قبل ميليشيات الحوثي. وأضاف المصدر أن السلطة المحلية بالمحافظة تطالب وزارة المالية بفتح نقطة جمركية في بلحاف وفرع للجمارك في المحافظة، إلا أن الوزارة رفضت فتح مكتب للجمارك ووافقت على النقطة الجمركية في بلحاف. وقبضت إحدى النقاط الأمنية بالمحافظة على قاطرتين تحملان مواد تكييف وتبريد، وتحمل أوراق جمارك 30% من حمولتها فقط. من كامب ديفيد إلى صفقة القرن، تحت هذا العنوان كتب سامح راشد مقاله في صحيفة العربي الجديد مضيفا: تحل بعد أيام الذكرى 40 لإبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وفي هذه الأيام أيضا تجري استعدادات أمريكية وعربية لتهيئة الأجواء من أجل طرح ما يطلق عليها صفقة القرن لإنهاء القضية الفلسطينية وطي أصعب صفحات ملف الصراع العربي الإسرائيلي نهائيا، عندما عرض السادات السلام مع إسرائيل ورفضه العرب، كان مفهوم السلام المقصود ينصرف إلى إنهاء الاحتلال وإعادة الأرض المغتصبة في مقابل إنهاء حالة الحرب ودرجة ما من التعامل والتعايش. بعد 40 عاما تطور المضمون من إنهاء حالة الحرب عبر مقايضة الأرض بالسلام إلى تثبيت حالة لا حرب على أساس توفير الأمن لإسرائيل لكي تقدم هي السلام. فصارت إسرائيل من طالبة للسلام ملتزمة بشروطه ومتطلباته إلى مانحة له تضع هي شروطها لكي تمن به على العرب. وفي اتفاق أوسلو كان المنعطف التاريخي نحو التخلي العربي الفلسطيني عن التمسك باستعادة الأرض وقبول حلول جزئية وصياغ تفكك القضية. الآن جاءت إدارة أمريكية متطرفة وعنصرية تريد تقنين ما انتهت إليه أوسلو من فشل، وتحاول تصفية القضية الفلسطينية باتفاق رسمي ومباركة عربية. لذا تتظاهر بعض الدول العربية أمام الرأي العام لديها برفض صفقة القرن، وبعضها الآخر ينكر وجود صفقة أساساً. صفقة القرن نتيجة منطقية لمقدمات متراكمة على مدار 4 عقود، فقد انتهت من الوجود فكرة الأرض مقابل السلام، ولم تعد لإسرائيل حاجة في صيغة الأمن مقابل السلام،
بعد أن صار أمنها أولوية عربية. بالتالي أصبح المطروح هو السلام في حد ذاته وكفى، وإسقاط كل ما وراء ذلك السلام من تاريخ وحقوق واستحقاقات كانت حتى الماضي القريب ثوابت ومقدسات. يقدم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره حول حجم صادرات السلاح في العالم للفترة ما بين الأعوام 2014-2018، كما نقلت صحيفة العرب الجديد، يقدم صورة قاتمة حول ارتفاع صادرات الأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 7.8% مقارنة بالأعوام 2009-2013. تصبح الصورة أكثر قتامة عندما يتعلق الموضوع بالشرق الأوسط والدول العربية تحديدا، إذ يظهر التقرير الذي حصلت العرب الجديد على نسخة منه أن السعودية التي تخوض حربا في اليمن أبرمت صفقات تسلح كبيرة مع الولايات المتحدة في أعقاب وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتحتل المرتبة الأولى كأكبر مستوردة للأسلحة في العالم. وتعد السعودية إلى جانب مصر والجزائر من بين أكثر خمس دول في العالم تستورد الأسلحة، كما تحضر 10 دول عربية في قائمة 40 دولة التي يشير إليها التقرير كأكبر مستوردة للأسلحة على مستوى العالم. في المقابل فإن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا وهي عضو غير دائم هي الدول الأكثر تصديرا للأسلحة في العالم وتحديدا للشرق الأوسط. من الأخبار المنوعة المنشورة في الصحافة العربية ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط، زوجان يعيشان وحدهما على جزيرة منذ 15 عاما، وقالت الصحيفة على جزيرة نائية في تركيا اختار زوجان العيش وسط الطبيعة وأشجار الزيتون والصنوبر واستبدلا الحياة البدائية بحياتهم العصرية وذلك قبل أكثر من 15 عاما. وحسب صحيفة حرية التركية يعيش الزوجان حسين أفكان وزوجته عائشة في مبنى حجري قديم على جزيرة تشيكيك التي تقع على بعد 600 متر من اليابسة وتقع بمقاطعة أيفاليك وكان يقطنها يونانيون قديما، ويبلغ الزوجان من العمر نحو 70 عاما وقضيا قرابة 25 عاما في ألمانيا ثم عادا إلى مسقط رأسهما في تركيا بعد وفاة ابنهما إثر إصابته بنزيف دماغي في عام 2003، وحصلا على إذن من أحد مالكي الجزيرة واستقرا بها معتمدين على الطبيعة والزراعة وتربية الدواجن والأغنام. رؤية ترامب للناتو العربي، سراب يحسبه الخائف أمنا. تحت هذا العنوان نشر موقع العالم العربية مقالا افتتاحيا جاء فيه: كانت زيارة ترامب فرصة نادرة للمملكة العربية السعودية كي تطور خطط التأمين الخاصة بآل سعود في أعقاب تقارب أوباما الاستراتيجي مع إيران، خاصة وأن هذا التقارب حصل بينما كانت القشعريرة لم تغادر أجساد ملوك المنطقة والمستبدين الذين ظلوا على قيد الحياة بسبب انتفاضات الربيع العربي. لكن الرئيس الأمريكي في طريقه لاكتشاف مروع أن الناتو العربي ليس أكثر من سراب في الصحراء على حد وصف ريفا جوجون نائب رئيس قسم التحليلات العالمية في ستراتفورد في حالة الشرق الأوسط على وجه الخصوص. تبنى ترامب مفهوم الناتو العربي تحت قيادة المملكة العربية السعودية وبتجهيزات عسكرية أمريكية لمساعدة الولايات المتحدة على تحييد التهديدات الإرهابية والرد على إيران. وفي حين أن الدول العربية تعتمد على الرياض لقيادة التحالف، فإنها لا تشعر بالارتياح حيال إخضاع سيادتها الوطنية إلى مؤسسة فوق وطنية تهيمن عليها المملكة العربية السعودية. هذه الدول لديها أولويات مختلفة وتواجه تحديات مختلفة، وبالتالي فلا بد وأن تحدث خلافات بينهما، فضلاً عن شعورها بالقلق من الانتقال السياسي غير السلس في المملكة. هنا تكمن المعضلة الاستراتيجية، يحتاج العالم العربي إلى السعودية لكنه يخشى هيمنتها. علاوة على ذلك فإن طبيعة الدولة السعودية يعيق قدرة الرياض على القيام بمتطلبات القيادة، ذلك أن نظامها الملكي يعتمد على السلفية في إطار ترتيب فريد لا ينطبق على دول أخرى مثل مصر أو حتى على أنظمة ملكية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة. كيف يمكن تحويل المريخ إلى جنة خضراء؟ وهل السكر مخدر يتسبب بالإدمان؟ تحولت إجابات الشاب اليمني هاشم الغيلي كما قال موقع عربي بوست عن هذه الأسئلة إلى فيديوهات ذائعة الصيت يتناقلها المتابعون حول العالم. يتناول هاشم في فيديوهاته مواضيع حياتية هامة عبر رسومات ثلاثية الأبعاد توضيحية كشأن الإجابة على سؤال ما الذي يحصل عندما يتم تجاهل طفل يبكي؟ وهذا السؤال حصلت الإجابة عليه على 78 مليون
مليون مشاهدة، وعلى فيسبوك وشاركه أكثر من مليون شخص. كان هاشم قد حصل على منحة من وزارة التعليم العالي في اليمن، ودرس التكنولوجيا الحيوية في جامعة بيشاور في باكستان، وبعد تخرجه عاد للعمل في اليمن في مختبر للأحياء الدقيقة، ثم قرر في العام 2013 ترك العمل هناك والسفر إلى ألمانيا عبر منحة خدمة التبادل الأكاديمي الألمانية، لكنها كانت مشروطة بالحصول على قبول جامعي. وقضى عدة أسابيع بعد وصوله لألمانيا أرسل خلالها أكثر من 100 طلب إلى مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية في ألمانيا، لكن 60% منها قبلت بالرفض ولم يحصل على رد على البقية، وكادت فترة قبوله تنتهي، لذا أرسل يوما حوالي 70 بريدا إلكترونيا لقائمة من الأكاديميين ومدرسي الجامعة يدعوهم لتمديد الموعد النهائي للقبول وإلقاء نظرة على وثائقه. لم يتلقى هاشم أي رد سوى من البروفيسور سبيستيان شبرينجر في جامعة جاكوبس الذي قبله رغم انتهاء مهلة تقديم الطلبات، وكان الأمر بمثابة إنقاذ لحياته. كما ساعده البروفيسور المشار إليه لاحقا بعد الموافقة على دراسته في الجامعة، ساعده على تجاوز عقبة أخرى تكمن في أن دراسته السابقة كانت مرتكزة إلى حد كبير على الجانب النظري، لذا واجه صعوبة في إنجاز الأعمال المخبرية بمفرده لعدم تدربه على ذلك جيدا سابقا، وتوجب عليه بذل جهود مضاعفة ليصبح في مستوى زملائه. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف تحتوي على صور متنوعة من مختلف أحداث العالم، نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.